عندنا خبر عاجل ضيفنا احنا يا في برنامجنا غادي يكون حاصل فاصل ونواصل عندنا خبر عاجل ضيفنا هاد النهار لعندنا غادي يخرج خاسر قول لي فين غادي فين خطيح في المصيدة باين كل شي عندنا كاين اجي هنا يا سيد انا اليوم غادي نوين صيدك بلا ما ندوي وراك تحتي ما فخلا الشابي عينا باين عينك في الزر وليمن وحدي معنا احنا دايما ولا تصيدتي معنا احنا يا فاصل وانا عود ولا تحتي في دار فلون في دار فلون كيف العادة في هذا البرنامج كنسعى شخصيا إلى نشر الخير والسعادة والطمأنينة ما بين الفنانين اللي مخاصم نصالحوه واللي مصالح نخاصموه واللي ما عنده فيل نزيدوه فيلة. اليوم غادي نصادفوا الفنانة فاطمة الزهرة الحرش والزوج ديالها نوفل بن موسى. غادي نحاولوا نقشوا معهم شي شوية ونشوفوا اشنو غادي يوقع. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل اتصلوا بالكوبل ديالنا وعلموهم انهم غادي يحضروا معنا البرنامج القلب ما يريد، برنامج كيستضيف الازواج الجدد وكيقيس نسب الانسجام اللي كاينه بيناتهم. ولكن اللي ما عرفاش فاطمه الزهراء الحرش ان احنا غادي نحرشوا مع اللعب وماشي غير الجمهور وفاتي الجمالي اللي غيتواطئوا معنا. مراد قدر يقنع الزوج ديالها باش نشوفوا درجه الصبر ديال فاطمه الزهراء الحرش كيفاش غيتصرف امام فاتي الجمالي. نوفل بن موسى، انت الزوج ديال فاطمه الزهراء الحرش، غادي نتفق انا وياك باش نطلعوا الطونسيون لفاطمه الزهراء الممثله ديالنا. انت عندك صباط كتلبس 44 كتبغي تمشي لكندا اكيد، والثالثه شنو هي؟ الرفيسه. عزيزه عليك الرفيسه، غادي نطلعوها على فاطمه. اتفق معايا؟ طحن. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج القلب ما يريد. اليوم عندنا جوج النجوم، معنا النجمه المغربيه فاطمه الزهراء الحرش والزوج ديالها الممثل نوفل بن موسى. تحياتي. مرحبا بك. شكرا. فاطمه الزهراء، تزقيتي في الاخر طيرتي واحد بوغوز، كيفاش تبغى؟ كيفاش تبغى؟ زعما قنعتيه؟ لقيت كنقلب تلقيت داكشي اللي بغيت. وانت طامع فيها؟ ولا حيت هي ممثله معروفه ولا حيت زوينه؟ ولا حيت هي بغات تبروفيتي فيك؟ شت الاسئله. لا مراد واش كدير بصح؟ وانت شنو كيعجبك فيه؟ كلشي كيعجبني فيه. الا العصبي شويه. عصبي بزاف؟ ملي كيتعصب كيضرب؟ لا ضرب لا، ما كيضربني ما كنضربو، ما كيغوت عليا ما كنغوت عليه، كيحترم وكيحترمني. انا بخير. واش ما عجبكش هذا السؤال؟ هذا اسئله دون المستوى انت خويا، ولكن ملي كنبداو ندخلوا في هذا الشيء كنولوا في البساله. ماشي بلاصه هذا الشيء، هذه الاسئله هذه. وغير ادخل اصاحبي سوق راسك اصاحبي، او ما تعصبنيش. واش تحمق ولا مالك؟ واش انت واكل شي حاجه من غير الخبز؟ ويلي لا واحد القضيه، انا كنقول سول هذه ما تسولش هذه. شوف رحمك الوالدين، انا راه ما فيا ليه بقى جالس كنتناقر معك. انا مراد تعزز عليا خلي معزتك في بلاصتها. الله يرحم لك الوالدين، ما تخلينيش نخرج معاك للعيبه مراد، خلي معزتك في بلاصتها. لا وشنو درتي؟ وكتعرفني انا بنت الناس ومربيه وما كنبغيش نخرج للعيب وما باغاش نخرج للعيب. الله يرحم لك. وشنو درتي؟ ما صبح وانت كتبروفوكي فيا، ما صبح وانت كتسول اسئله مع دون المستوى، ما عندك ايميسيون بحال هذه. وانت كنعرفك انيماتور زعما، ماشي كنعرف الخدمه ديالك وكنعرف المستوى ديالك وكنعرف كيفاش داير. حشومه دير بحال هكا حشومه. واش بغيتي قدام الناس نبانوا واعرين ونفوحوا على بعضياتنا وحنا ما كنسوا والو؟ ما تقولش لي ما كتسوي والو.
مثلا انا وحبس. شكون هما صحاباتك في الميدان؟ سحر صديقي وسندية تجدين. قلت لك فاطمة جمالي ظريف جونتي سامبا، حتى هي متملقه وما عندهاش علاقه. نعم قول لها تيفوجا كوب عفاك. ولا مراد واش حماقيتي؟ واش قيسك بشي حاجه؟ لا انا رايي ديالك. الراي ديالك فتحتها في دبيها مراد. ولا بغيتي تقول لها شي حاجه قول لها في وجهها ماشي قدامي انا، وانت راك عيقتي عليا بزاف. صافي غنمشي فحالها مراد. لا لا بصح انا كنضحك 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 باش ما نتعصبش. انا ملي كنتعصب راه ليلا الله محمد رسول الله. يلاه نمشي. صافي مراد وقلب عليا الله يحفظك عافاك. مراد ما عمرني بغيت نعلي عليك صوتي ولا خرجتيني على السيطره والله. انا ما غنجبدش لك كاع فاطمة جمالي، غنوصل ونقول لها دخلي. حشومه والله الا حشومه عليك وحق ما. لا 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 سمح لي لا وهاد الخص نعاودوا البرنامج من الاول. 2 1 ايه معنا الضيفه المفاجاه ديال هذه الحلقه. معنا فاطمة جمالي. الى عاجبك خديه ديه ربحي بيه، انا اصلا ما بقاش عاجبني باليكي زوين حنين مسكين كون عرفتي شحال عذبني. الى عاجبك خديه ديه ربحي بيه، انا اصلا ما بقاش عاجبني. تحية لفاطمة جمالي. عادي سلمى صافا؟ صافا لاباس عليك؟ مبروك عليكم. الله يبارك فيك تبارك الله عليك. نوفل صافا؟ صافا الحمد لله كيف حالك؟ مبروك عليك الله يكمل بالخير. فاطمة جمالي مرحبا بك. كيفاش لحد الساعة أنت مازال ما تزوجتيش؟ أنا بالنسبة لي الزواج مشروع فاشل. نعم بالنسبة لك أنت الزواج مشروع فاشل ولا ناجح؟ ناجح. الى عندكم بيزاغ سي نورمال كتبغي راجلها. السي نوفل بن موسى هو ممثل بطبيعه الحال ما كتعرفيهش؟ لا كنت عارفه من قبل. كتعرفها عمرك قلت لي كتعرف؟ لا كنت ندير انا وياه فيديو كليب وما انت خدمتي مع ابتسام تيسكت في الكليب ديالها؟ خدمتي مع فاطمة جمالي؟ كنا غادي نخدموا مي ما كتبش. شفتي انت في اعمال ديالو؟ لا عندنا دي زاميون اون كومون وهو اللي هما اللي عرفوني عليه فاس. وبالنسبه لك انت واش هو يصلح انه يدوز في كليب؟ لا بيان سور. شنو المقومات؟ وا راجل زوين وكيمثل مزيان وظريف وزعما انتي ظريفه. شكرا. انت كنتو كتعرفوا بعضياتكم مزيان شويه. نعم الا درنا واحد اللعبه بالمناسبه، هذه لعبه بغيت نجربها ديال الانسجام. انت والزوج ديالك غتكون ساجنه معايا انا وراجلي. اوكي انا اش دخلني معاهم خليهم هما. زعما كتعرفي عليا حويجات زوين كنبغي وشنو كنكره عادي. نشوفوا درجه الانسجام ما بين فاطمة الزهراء الحرش والزوج ديالها. الا قلت لك مثلا شحال كيلبس راجلك في الصباط كتبيها لي تما. خاصني نجاوب؟ مثلا انت قدري كاع الا ما عرفتيش قدري. خدمتي معاه؟ وي. اللاتي نشوف. حيت كنا خدمو اونصومبل على الكوستيم ايتو. وعقلتي عليها؟ لا كتب هاد المرة، هاد المرة عرفتي شحال من واحد كيدير لي سيرش كوستيم. عقلتي عليها؟ ولكن راه بروجي ديالي ماشي. داكوغ. ياك ما تقلقتي؟ لا ما تقلقتي. لا شوفي حيت لي ضحكيني ضحكيني شوشك هانية. كنضحكو عادي من حقك تعرفي شحال كلبس في رجلي بما انكم كنتو غتخدمو اونصومبل عادي. السي بن موسى شناهي البلاصة اللي كتبغي تعيش فيها؟ كاملين نهزو في دقة واحدة. الا واش عرفتي هو كيبغي يعيش في كندا؟ ما فهمتش. هو راه حيت كان قالها ليا هادشي كامل ما فراسيش. نو مي عادي على انت ما عندكش دي زامي وكتجلسي معاهم وكتعاودوا. ولكن كندا راه كندا شي حاجه اللي انا وياها كنعرفوها انا وياها. اش دخلك انت باش تجي؟ عرفتوا كندا كامل ان شاء الله عندك معنا تنتي. لا لا بركه بركه من الاسئله والله حتى غنكملوا. لا لا هذه اللعبه واعره. لا مراد مراد علاش ما بغيتش تكملوا؟ انا بغيت نكمل. نسولوا على الاكله المفضله ديالك. قولي هذيك عارفين. نو 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 الاكله المفضله ديالك. ندور. ندور نشوفوا نشوف. في
شي مره بقيت طيبتي لي رفيصه ياك طيبتي لي شي مره لا انا ما كنعرفش نطيب طيباش انا كنطيب عليه كنطيبه واعره دابا واش كتعيري فيا كتحشي الهضره ولا ما كتحشيش الهضره شنو بيني وبينك شنو الهضره باغا تاخدي راجل ما كيعرف حتى حد لا ولكن قول لي ما يمكنش واحد سوقتو معايا انت في الدور انا خديكم انا عارفه بلي انا كنتوما كتعرفوا بعضياتكم انت عارفه ديتا طاي ولا جيت نكمل الاسئله وقيله ما نعرفش شي حوايج اللي ما عرفهمش انا وقيله كاع دابا اليوم كنتفاجئ ان فاتي جمالي كتعرف راجلي شحال كيمسرج ليه اصلا ماشي خدمتها هادي خدمه الكوستوميه غير دخليا في هادشي لا دخلني مي سابا با سي مون بروجي داني خويا خدمت معاك ديجا كتعرفني شحال كلبس في رجليا دابا يلا جاوبني السي المخرج لا ما كنعرفش لا ايوا وقيله انا يا ما يلا عرفت انا تزوجت بها انا عرفتو كان 44 وصافي ما ساعي شخصيه بيناتكم علاش مطلعين علينا حنا ما تخوتش عليا سيدي ما تخوتش عليا راك اخر عرفو نعلي وحلقنا نصح انا صابره عليك مراد راه نمشي في حالي وسيري لا وحشي انا غادا عندك تبعني لا وصافي وصافي بحالك يلا شو هضر معايا بحال هكا وكتهز لي يديك بحال هكا وشحال هي قاصين الصوت كلمتو كلمتو ويلي مراد ما تخليش تخرج على السيطره الله يرحم بها الوالدين وانا كنحترمك خليني محترمك وانا ما كنبغيش انا نخرج العيب مع شي حد وعافاك صافي انا ما بغاش ندوز في هذه ليميسيون صافي انا باغي نمشي بحالي دابا انت مشكرتيني وعيرتيني وغوتي والله ما عيرتك والله انا ما نعيركش والله ما عيرتك انا دفعت على راسي غوتي غوت انا ما كاينش شي واحد يرفع عليا صوته في الدنيا هذه صافي الا كانوا هما اصلا كيعرفوا بعضياتهم قبل وما قال لي حتى شي حاجه وشي حاجه قديمه صافي خلي داكشي علاش غتجبدوا انت دابا صاحبي حشومه و... لا لا واحد لا ما تعرفش لا وا مراد وصافي ما تغوتيش عليا وصافي ولا مراد ما تبقاش غوت على البنت ويلي سالك كي دايره ما عمرني في حياتي ما بغيت نوصل معاك لهذا الشيء والله تحشم عليك والله صاحبي والله شنو بغيتي تعلق البلاصه ولا شنو بغيتي دير لا بغيت ندوي معاه هو ندوي معاه انا الاول عاد ندوي معاه دابا قلبتي وجهك والله ما داير شي حاجه حبيبه شي هذا كاين خدمه هضره ماشي دابا قلت لك كتلبس 44 فمك كتضربي ها ياك ما لا ما كنضربوش انا ما كنتش كنضرب راجل ويلي انا كنتناقش انا ما كنضربش وليتي كيتحلفوا عليا كي كنبان لك انا كيفاش كيتحلفوا عليك علاش انت كتعرفي واش كانوا كيتحلفوا عليك لا ما كانوش كيتحلفوا عليا حشومه والله ندار مع راجلي كيف ما بغيت انا ما قلت حتى شي حاجه ديال الكلام لا قدام الناس ايوا فاتي دابا ما فهمتش انايا ما فهمتش علاش دخلك علاش دخلني لا ماشي شغلك دخلني شنو علاش غتدخلي نوفل عزيز عليا ياك اختي شتي شتي فاطمه الزهراء نقول لك واحد القضيه ما مربياش وما كتعرفيش تهضري ما مربياش انت ما كتعرفيش تهضري ايوا على غنوريك ما مربياش اشنو كدير كتعرف غير انت اللي تهرس ها سمعتي كتعرف علاش علاش هالي ما مربياش شتي اشنو كدير ما مربياش شتي اشنو كدير ما مربياش ايوا علاش كتخسري يدكم لا حيت اصلا من الاول ما احترمتيش ما عندكش الحق فاش ما احترمتيش كنخصني نمشي فحالي حيت انا الحماره بقيت جالسه معاك في هذه الميساج ما تقوليش ايه ما تقوليش حاسه الجمهور وحاسه الناس وحاسه التويخ فاطمه الزهراء لا لا عفاك شوفي انا غنهرب ولا حتى غنهرب شوفي شوفي غير كنضحكوا معاك غير كنضحكوا معاك راه غير كنضحكوا معاك اجي جي معايا تصفيقات حاره على فاطمه الزهراء الحاج فاطمه الزهراء الحرش ما عليك ولا تحشم عليك فاطمه الزهراء الحرش لا لا سمحي لي مرة خليتني والله خليتيني صاحبي كنعاير وكلت شي هضره ما خصنيش نقولها وتخاصمت معاك وانا كنحترم وكعزيز عليا لا مراد ولا تحشم عليك دينا فيك انت اللي سيتي لا ولكن صافي با لا بالعكس ما كنبغيش انا كاع نخرج العيب مع شي حد وحنا اللي خرجنا معاك العيب والله لا حشومه والله لا حشومه عليكم فاسي وانا اصلا اول مره كنجلس معاك وليت دابا وصلت لشي حوايج واللي باغي تخاصموني مع راجلي ما فهمتش انا علاش درتوا هذا الشيء كامل لا ما عجبنيش الحال والله مراد والله ما كانش خص حيت انت عزيز عليا وكنحترمك ما بغيتش كاع نوصل معاك لهذا الشيء وليت انا وياك وليت شنو كندير انا ما خرجتي لا والله تهشومه والله نو 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 اجي صالح مراد لا والله مراد والله لا تطلق مني وصافي والله يرحم لك الوالدين فاطمه الزهراء الحرش ماشي انا بوحدي اللي تواطعت عليك هذا الجمهور هو اللي تواطع عليك اول واحد ثاني واحد فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء هاد السيده تايا متواطئه معنا والمفاجاه بان هاد السيد اللي ورايا حتى هو راه معنا وتواطئ عليك فاطمه الزهراء قصنا لك درجه التحمل ديالك ودرجه الصبر ديالك وعبرنا لك التونسيون وكنتي شاعله صبرتي لينا بزاف الله يجازيك بخير
تحية لك لأنك عندك واحد طاقة إيجابية كبيرة وأنت نجمة حقيقية. تحية لفاطمة زهراء الحرش.